بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك الذاكرون. اللهم اجعلنا لسنة نبينا محمد من المتبعين ومن المحيين، ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين، وأوردنا حوضة واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مش عايزة أقول لكم مدى فرحة القلب بتجمعي مع أهل القرآن. أنا يعني لم أنشأ بعنوان المحور الأولاني، أنا مش غرس نشأ في طاعة الله وهكذا، ولكن تعلمت الطاعة عن كبر وعرفت الله عز وجل عن كبر. يعني ففي جزء قبل الجاهلية نسميه قبل الإسلام، قبل ما الله عز وجل يمن علي بالتوبة، كان لساني معوج، يعني لا أتكلم العربية، معوج مكسور، كل حاجة مكسورة عندي، وبرمج جامعة أمريكية وهكذا، فما كنتش بعرف أنطق اللغة العربية إلا قليلا. أتذكر أول مرة، وخدوا المشهد ده في أول المحاضرة عشان هقول لكم حاجة من لطف الله الخفي. إحنا عندنا لطف عام ولطف خفي. اللطف الخفي اللي ما نشوفوش، فمن لطف الله الخفي ذكروني وقلت إيه لي يا دكتورة، أنت قلتي في أول المحاضرة القصة الفلانية. اللي حصل إن أول مرة أحضر للقرآن كنت بحضر مع كنت قاعدة مدينة جامعية، فكان في اتنين كفيفات بياخدوا القراءات العشر، مش هروح بقى أنطق من خارج الحروف حتى مفيش. فكانت اللهم بارك تقول لي ايه سمعي لي، طيب انا بقرا عادي الحمد لله. فما كانت تغلط اجي اقول لها تعملي ايه، تقولي ليش خبطيلي بس بجيب متشابهات بس كده. فروحت احضر تعالي وبتاع، رحت معاها المسجد احضر. فانا بقى ايه بقى ما شاء الله عليا حافظه اول ربع في البقره، يا بقى وقعدت معاها ومحفظ اول ربع في البقره، وشايفه بقى كاني خلاص بقى ده انت خلاص. وراح بقى اقول الشيخ هيفرح بيا يعني، ولم اتجاوز الفاتحه لا الاستعاذه ولا البسمله، وعيط وابكي يقول لي وبس استعيذ بالله والاخوات وجم وكذا وان شاء الله تبقي معانا وهكذا. تعادتني هذه الاخت الكفيفه اللهم بارك، يعني بس الفاتحه وقليل من جزء عام يعني، الى ان من الله علي بالصحبه بعد ذلك. اما بنيجي اخاطب اهل القران ما بخاطبهمش بخطاب زي ما بكلم بقيه الناس، معلش لا لازم نبقى فاهمين قصه. اللي بيتعهد ويشهد له القدم وتشهد له الارض وتشهد له ملائكه الارض والسماء لذهاب لدور القران له خطاب مختلف. ما ينفعش نخاطبكم زي بقيه الناس، مش يجي بقى ونقوي ايمانيات بقى ونعرف راح نقول تماشي تمام، لكن انتوا لكم خطاب خاص. مين تقول لي ليه؟ لأهل القرآن عشان إيه؟ أيوة كده. اسمك إيه؟ رابية. اللهم اغفر لأختك رابية، قولوا أمين، ادخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإحنا معاه اللهم أمين. إحنا اللي معانا هياخد اللي يجاوب هياخد كل الله طلع لك اتنين بقى أنت وحظك ما لازم في بعض جاي الله لا هي ممكن حد تعالي انت هنا جنبي وانت بقى ايه اللي عملت له لا خلاص خلاص انتهى لا يرد لا يرد خديه اعطيها هديه لان انتوا اهل الله وخاصته نحسبكم والله حاسبكم ولا نزكي على الله احد وده احنا حسينا التراب في وجوه. الاصل ان الله عز وجل بيختارنا. تخيلي اهل الله دول ايه وضعه، هيحضروا عرض. طيب وقت تطير الصحف، طب عند نصب الصراط، ما دول الاربع اماكن اللي يعرف فيهم خير وخير، ثلاثه مذكورين في حديث وواحد مذكور في حديث لوحده. عند تطاير الصحف، عند الميزان، عند الصراط، الحديث الثاني على القنطره، لا يعرف فيها الخير خليله ولا الاب ابن ولا الابن ابو ولا اي حد، ولا انت يا رسول الله، محدش عارف حد. اهل الله وخصته فين؟ ما بين صلاتين، فين؟ تحت ظل العرش. كان فرق صلاة ما بين ظهر وعصر، بنتحدد بقى بنتحاور بنتسامر بنتكلمه محدش عارف. المهم فين؟ خاصة. رأيتم حسابا؟ لا والله. طب نصب لكم ميزانا؟ لا والله. الملائكة بتسألهم يعني ايه اللي طالعين كده بدون اي عمل؟ مين انتوا الراضون واهل الله وخاصته؟ اهل القرآن.
فلما نيجي نخاطب اهل القران انت قولي لنفسك انت الله يا دكتوره ده انا بحضر على سطر وبسيب سطر وساعات بغفل وساعات بكسل والله وبعدين الاخوات انا مش زي مش مهم انا مش بشر احنا ولا ايه؟ اقبلي بشريتك ودي اول حاجه. انا قبل ما اكلمكم على المحور الرئيسي موضوع الغرس ده انا عايزه قلبك انت قبل ما اقولك تغرسي ايه وما تغرسيش ايه وتبقي مع ربنا ازاي وتبقي في حالك ازاي عشان اعرف اطلع ما هو فقد الشيء لا يعطيه. فانا محتاجه قلبك ده انصب لك ولا انصب اي حد. طب طلعنا من القبور على الجنان ايوه اهل الله وخاصه. اوعي يكون خطابك خطاب زي بقيه الناس لا لا لا. يجي الشيطان يدخل لك من المدخل ده يقول لك بصي شوفي ما انتش نافع كل لما اقول هقع ترجعي وبعدين بصي شوفي الورد عامل ده فيه ده وبعدين شوفي بقى كله سق وبعدين انت محلك سر ومهما تعهدي ترجعي ومهما يأسك ليه ما غايته يعمل ايه يحزن ده غايته هو ده مستهدفه من قاعد لك كده ما بيروحش لاستغفر الله للمتبرجة ولا اللي بتختلط ولا استغفر الله اللي بيسرق ولا واكل ربا ما بيروحش ما هم عايشين حياتهم اطلع شويه حاضر شويه ارفع 100 كيلو لوحدي ما لكن هو قاعد لك انت شيطان قاعد لك ليه يبعدك عن الطريق اصله عارف كم واحده ختمه ترفع ايدها كده الله 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 مفكريني بقى دول يتبعت لهم جايز من اسطنبول على طول دليفري ومين في طريقها للختم؟ كلنا ان شاء الله الله ايوه كده ايوه كده الامه ولا كلنا ان شاء الله عارفه يعني ايه الله عز وجل اراد لقلبك بصي قال ايه الحديث اهاب ياحي القران العاميه المصري صندوق يعني حاويه كده تاعي قلبك صدرك ولو ايه ولو ايه لا ولو صوره ولو صوره شو قال كده النبي احنا بنتمحك في الاحاديث بس احنا مساكين قوي احنا على فكره مساكين جدا ويعني في عرض حسنه وفي عرض قرب لله عز وجل وبعدين نتمح بلغوا عني ولو ايه طب انا يا رسول الله انا فجمال قلبك وعى ايه بلغتيها ورب مبلغ اوعى من سامع اللي انت قلت لها دي تسمع وتعمل وتلتزم تبقى في ميزان حسن وتيجي تلاقي جبال من الحسنيه مش فاكره ما كنا في مقرا مركز البيان وقلت مش فاكره ما قلت لنا كذا وحصل وسمعت والتزمت وانت لا تدري بعد قولي مثلا احنا تميزي في كام مثلا كانت مذبحه الحرم الابراهيمي كانت كام 95 95 هو في الوقت ده شوفي من كم القاهره بدايه الالتزام شوفي من 94 قولي ده كده كم سنه لحد الوقت كتير انت بتاع كام 25 اكتر من 25 سنه وان شاء الله عز وجل ان انا قابل احد ابناء بنات واحفاد شيخ من المشايخ انا كلي على بعضي في ميزان حسنات واللي ورايا واللي ورايا كله في ميزان حسناته ودول قلت لها كانت كلمه الشيخ قالها ساعه ما سمعتها ايعايروني بماضي والله لا افخر به عند الله وادعو الله عز وجل ان يجعل كله حسنات ويحول من سيئات لحسنات وهو لا يعلم ما تستقليش انا مش عايزاكم تستقلوا بنفسكم ولا تخلي للشيطان مدخل لان الشيطان هيدخل لك انت من المدخل ده يا اللي بتعهدي ربنا وتنقض يا اللي بتروحي مع القران وماشيه ما اعرفش ماشي السلحفاه يا اللي انت مش عارفه وتكلم يا اسماء لا عليك يا اسماء ما تسيبينيش بالله عليك خديني معاكي فين طب بس كل مره بس ابعتيه وخليكي على الجروب معايا ما تيأسيش مني قولوا لبعض كده يا حفصه يا فاطمه يا رابيه بالله عليكم يا اخوات ما تسيبوناش تعهدونا كده ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اسالك باسمك الاعز اللهم اسالك باسمك يا رب الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت بانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الله لا اله الا هو الحي القيوم الحنان المنان ذي الجلال والاكرام ان يجمعنا بتجمعتنا وبكل اللي حضروا دوت
في بحبوحة الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحنا باللقيا يا رب اللهم أمين، وبالأنس بك دون سواك، وليس ذلك على الله بعزيز. وتقولي ده أنا كنت في مرة رايحة كان قالوا لي لقاء وما جيتش إلا ماله، الله كريم. لكن احنا اللي جهلة اقسم بالله ما بنشوفش الا تحت رجلينا، ما انت شايفة الحكمة. طب وانا لازم اشوف الحكمة؟ والله مش لازم. اهل الكهف، هاتي سورة الكهف. اهل الغلام عرفوا ليه اتقتل الغلام؟ عرفوش، ما منه لله القاسي اللي منه لله، ما احناش مسامحينه اللي قتل ابننا صح؟ ما عرفوش اللي قتل اللي الله يفتح عليك. فأراد ربك أن يبدلهما الغلام وأقرب ربك اللي أراد. بس مين اللي فعل الخير؟ كان حسن تأدب مع الله إن جعل الخير إرادة ربنا، وإن هو قام بالفعل تأدب مع ربنا. عرفوا الولد اللي قتل ده ما عرفوش الحكمة طول حياتهم إنه لله الله يسامحه خد ابننا. مش شرط تعرفي، بس المهم إنك تعرف إن ده الخير. اي طريق خير اتمحكي فيه، اي صحبه صالحه من اللي معاك، انتوا رايحين امتى؟ لا خدوني معاكم. جايين امتى؟ خدوني معاكم، خدوني ما تيأسوش مني، وما تستصغريش نفسك. وده اول حاجه. اما نيجي نتكلم عن الغرس ده عايزين 200 ساعه ده اسمع. اما نيجي نتكلم على الغرس منذ احط ايه في قلبي؟ يقول لك القلب هي الارض. اسمع ابن القيم وجمال ابن القيم، الشيخ السعدي مفسر تفسير لرسالة ابن القيم، يقول لك القلب هي الأرض الجافة اللي محتاجة سقيا. سقيا القلوب إيه؟ مين تقول؟ ذكر. إيه كمان؟ ذكر ها والدعاء القرآن هو ذكر. هو ولا ذكر الله أكبر. قوة بتيجي بدين بالطاعة، بالتوبة. أجيب منين طاعة وأجيب منين توبة؟ قربتي مراقبة. الله أكبر عليكي، اسمك إيه؟ اللهم اغفر لأختكم منار، ادخلها الجنة بغير حساب، وإحنا معاها قولوا أمين. اللهم أمين. هات يلا على طول، أنا منار على طول. معرفة الله سقيا القلوب. معرفة الله هذكر الله، معرفة الله هجيب قرآن، معرفة الله هتوب إلى الله. هنعرف رب ايه اللي يعيني بقى؟ الحال. اتكلم على القيام ده الحال. لما اجي اقول الغر الغرس، كم ام هنا معانا؟ كلنا. والبنات كم بنات معانا؟ كنت اتمنى على الله، خدوا الكلمه دي قبل ما اكلم الامهات واظبطها، كنت اتمنى على الله اكون في عمركم او اقل، وحد يجي يقول لي تعالي اما نعرفك عن الله. كنت اتمنى على الله، ما كانش معايا لا صحبه صالحه ولا كان في حد في العيله اسمه يعرف غرس. لا، اما حاجه للتعليم، وده من الماديه البحته او الوعي الجمعي العالمي اللي غرسه في قلوب المسلمين. افضل سنوات العمر حد 22 و24 ساعه بتدرس. طب فين فين ربنا؟ ما هو انا عماله غزي جسد جسد جسد، فين الروح؟ فين ساعه لما اقع يا رب انا عارفه انك وكيل، وانا عارفه والله ما هتضيعني، انا عارفه يا رب انا عارفه. مش شرط تشوفي، بس انت عارفه ليه؟ بالعلم عن الله. حيل فعل الله عز وجل حكمه مطلقه وخير مطلق، بس احنا جهله ما بنشوفش. يعني والله ماشي يا اختي، بس عندنا ابتلاء دلوقتي هنعمل ايه يعني؟ ماشي اصبري، ده خير، انجحي انجحي في الاختبار. لا، ما هي دار ابتلاء. ايه اللي بيخلي دلوقتي تبص تلاقي شباب وبنات واعمار صغير تقول لك ياسه ياسه من الحياه؟ ليه يا بنت؟ شفت ايه انت يا بنت؟ ده عشان تياسه. اقول لك الحياه وحشه والدنيا والاهل، واحنا في مكان وهم في مكان، واحنا كذا وهم وخلاص، وان والناس وحشه، والعلم مؤامره كونيه علينا، احنا جيل اتظلم. احنا ليه عماله تغذي في جسد دون روح؟ فين حالك مع الله؟ تعال ما احكي لكم بقى، تم احكي لكم جمال اخوات موجودين 2022، تعال ما اقول لكم حالهم مع ربنا بيعمل ازاي. انا لما يعني احس كده بتاع اروح اتصل، ايوه فلان تعملي ايه بقى حبيبتي كده؟ قولي لما امك، قولي لي بالراحه كده. اللهم بارك اللهم بارك.
تفتح كده تقول لك هاتي ده ده ابن كثير كبير ولا لو جبت بتعرفي ايه في المختصر، هاتي هاتي هاتي، عدي 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 الصفحه فوق فوق، عدي بقى اربع خمس شهور هاتي من تحت. تيجي تاني تقول لك لا لا لا، بصي هقول لك على حاجه، هو جمهور العلماء قال كده لكن تأدبا مالك قال كذا، فاحنا هنعملهم تأدب. يقول لك تأدبا لا احنا ناخد برأي مالك في كده، اللهم بارك. وحالهم في القرآن اللهم بارك، تمشي تودي عيالها كذا راحوا المدارس لحد ما يرجع وهي في قلب المقرأة، تقول لك روحي روحي. نطلع في مسجد عندنا مثلا وبتاع، احنا عندنا ان شاء الله الجاليه اليمنيه اللهم بارك فيه، هم اهل القران، قراءات بقى وبتاع، واللي عايز اي قراءه مع اللهم بارك عليهم. تيجي لتركيا تسمع، تبقى احنا قاعدين مثلا اللي بتسمع ربع اللي بتسمع حزب واللي بتعمل، وهي في ثلاث سطور الساعتين كلهم، وبعد ما تسمعنا وبعد ما تسمع ثقيل عليها ثقيل عليها، مش قادر تجيب الآية وتنطق بصعوبة وترجع وتنسى وترجع تاني الساعتين، وفي الآخر تبكي. يا بختكم نحاسب، والله نحاسب لما يبقوا هما بس كده. واحد تاني يفتح المصحف بصي وقاعد بص فيه، قال له قال له ما أنا مش بعرف أقرأ بس عرفت إن النظر للمصحف عبادة، فما قال له أبص فيه فعرفت إن هو كده. يرزقه الله يرزقه الله. اوعوا تكوني فاكره ان الامور بواحد زائد واحد تساوي اتنين في معايير ربنا، اوعي. عندنا اسماء الله الحسنى، اسم الله الرب، هاتي رقم ابن اسير، هاتي ابن المعنى الرابع القيوم، قائم على نفسي وقيوم على امور عبادي بالعامه والخاص. اللهم عاملنا معامله خاصه قولوا امين، ويتولنا ولاية خاصة العامة، يرزق الناس كلها ويعطي الناس كلها، والكون أمام أي مع السببية. هات الطرحة عملي الدبوس هتعمل كده، حط الزرعة في قلب الأرض صب المية صح عمل كده. لكن في الخاصة بدون الكلام ده، وشوفت تشوفي ناس، أنا شوف ناس عندهم كرامات في الوقت ده كلمنا قال لهم آه، تقسم على الله بره تستخيري، جالها النبي عليه السلام يقول لها افعلي كذا وافعلي كذا، قلت لها ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني ايه يعني؟ تستخير ياتي النبي عليه السلام افعلي كذا ولا افعلي كذا، تبكي كده وبتاع تقول لها بقى الاسبوع ما جاش، قلت لها والله طيب. احنا فين؟ احنا فين؟ اسمعي، لكل عبد صيت في السماء، انت مين؟ صيتك مين؟ انا اهل أنا أهل يا هناك ويا سعدك، يوم لما نبقى من أهل الله وخاصته. أما أجي نقول غرس منذ الصغر، يا ست اعملي قلبك الأول عشان نغرس، وإحنا نعرف نحط حاجة في الكوباية وهي مليانة، مش لازم نخليها من اللي فيها عشان نحط الحلو، هو ده الغرس. سقي قلبي عشان أغرس وأحط البذرة، العلم عن الله، من هو الله، مين تقولي، كل واحدة كده تقولي حاجة عن ربنا. يلا بقى اشتغلوا في الهدايا، ها مين الله؟ الخالق. يلا على طول يقول ناخد على طول الخالق من؟ الرحمن. الله يلا استني اهو هنا اهو، يلا تعالوا يلا. ولا يسمى عبد به الا الله عز وجل، يعني ممكن تسمي الرحيم بس الرحمن لا، رحمن الدنيا ورحيم لك، تختص بالرحمه دنيتي واخره. ايه كمان؟ المصور. المصور قولي لي حاجه عن المصور، اه ايه قولي لي حاجه عن المصور، ها الحي القيوم المصور ايوه كده. فما تجيش بقى تقول لك ايه كنا بندي دوره للبنات، شكلي مناخيري الفسفوسه طلعاني، عايز اعمل عمليه تجميل، مش هوس التجميل والعمليات حاجه، وجايبين فتاوى بقى يا بنتي ده احسن تصوير، ده ربنا خلقه في احسن تصوير، ده المقاييس دي مع دي مع دي، ويجي اسمعي كده من دكاتره بتوع المناخير يقول لك لا المناخير الخنزير اللي طالعه والتانية اللي مش وهي مش عارف مش مدركه. وهو الجمال تصوير الخلق مع انه هو خلق احسن تقوى ربنا وانا مصدق، ولا جمال ايه؟ اه العشره تقول لك والله بصي انا بشوفها كده والله في وشها نور ومريح، والله بصي الاخت دي صح مش ساعات كده تلاقي تقول لك والله قلبها مريح، وتبقاش ولا فيها معايير جمال ولا البدنجان ولا، لكن عشرتها حلوه روحها حلوه قلبها حلو بالعلاقه مع الله. خدت جايزتك المصور؟ ادوها جايزتها، هاتي طلعي يا بنتي طلعي طلعي هاتي. قلت
يلا مين تاني يقول؟ ها قول الصمد. قولي لي بقى حاجه عن الصمد. الله الملتجأ اليه لقضاء. اسمك ايه؟ سهيله. ربنا يبارك فيك يا سهيله. اسم الله الصمد من الاسماء التحفه جدا، من الاسماء اللي ممكن تستخدميها في وقت وانت مكسوره قوي، انت مالكيش حد. ايوه تقول لك ولا ليا حد ولا ليا واسطه ولا احنا عارفين نعيش ولا عارفين الانتخابات الجايه هنعمل ولا فاهمين اي حاجه. الصمد. ها قولي يا حبيبتي. القيوم. قولي لي حاجه عن القيوم. قائم على الشؤون. قائم على نفسه والقيوم على امور عباده. هذولا هنا وهذولا هنا كمان جايزه. يلا ها قولي. انا عارفه الجبار يعني. الله اكبر. ايوه يكبر بكسر المؤمن وقلبه. يعني يعني على الجبار. يعرف يجبر يعني. نعم. اللهم ارزقنا واياكم. صحيح. يعني حتى الدعاء دائما الجبار. اللهم اجبرك جبرا يتعجب منه اهل الارض والسماء، واحنا معاها. اللهم امين. اجبر كل اخواتنا يا رب. اللهم امين. مرأة مسكينة. النساء ودايما النساء بنبقى محتاجين الاسم ده دون اسم الله الواسع اللطيف الولي الوكيل الديان عشان اللي يعمل فينا حاجه. انا مش هنسكت ولا هنقعد ندعي. احنا لساننا يقرا قران، نتعفف انك تقولي لفظ ولا انك تدعي على الديان. وساعه لما ننكسر بقى اللي ملناش حد، تقعدي كده في مصلاكي يا جبار اجبرني جبر يتعجب له ارض اهل الارض والسماء يا رب باسمك الجبار. اللهم امين. ويجبر الايه وجبر على الايه؟ على الظلم. ايوه يقسمهم يقسمهم. طب الديان مين تقول لي عن الديان؟ ها تعرفوا ايه عن الديان؟ في واحده اتظلمت فيكم في الدنيا، خذلتي واحده صاحبتك، عامل كلنا لازم يحصل كده. كما تدين الديان بقى يرد الحقوق يوفي الدين. اسمعي لا اقصد عملنا دين. الله الله. اسمعي الديان يقتص للمظلوم من الظالم ويريه في الدنيا قبل الاخره. انت قاعده كده بقى عارفه انت مستقنيصه كده بالمصر وعامله دماغ. اللهم إني أسألك باسمك الديان يا رب تصلي من كذا وكذا يريكي. مش حسبي الله ونعم عليه ومنهم لله لا ربنا ياخد ولا الكلام ده. تعبي نفسك ولا تعتبي أعصابك ولا الكلام ده. الديان. فعشان نغرس في قلب لازم القلب ده ساعة لما أقول الذين إذا ذكر الله القلب انطفت كده. طب الله لا إله إلا الله ما تقولوش ما تقولوش. لو قلبك ما تهزش استرجع عليه. لو قلبك ما تهزش استرجع عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا قلوبنا وارزقنا خيرا قلبا جديدا محبا لك يا رب دونا سواك. اللهم أمين. خالصا مخلصا لك يا رب. اللهم أمين. هو ده احنا عايزين القلب ده عشان أعرف أغرس. أغرس إيه؟ بالعلم عن الله أسمائه وصفاته وأفعاله. تاني كلها حكمة مطلقة وخير مطلق لكن احنا اللي ما بنشوفش. ده عقيدة. ده اللي نغرسه في أولادنا وده اللي نعلمه الأول. ساعة لما يجي الابتلاء كبار وصغار وساعة لما يجي لك الخزلان من الناس وساعة لما يجي لك الكسر من العباد. بس يا جبار يا ربي يا ولي يا رب يا رب يا من أنجيتني من قبل عهدي بيك برضو كده. يا رب يا من فعلت لي افعل لي يا رب كده. ماليش غيرك مسكينة والله يا رب مالنا غيرك. لكن تيجي المشكلة تتهزي استغفر الله تسمعي كلامنا وتطلع لا دينيين وفي ربك ايه ما احنا بنعمل. يا أهل القرآن يا أخوات مركز البيان احفظوا عني الجملة دي. اوعي تعبدي ربنا بشرط العوض.
اوعي تقولي بعبدك وبفعل الايمان وازداد في الايمان بشرط العوض وتتشرطي على الله العوض. واسمعوا هشرح لكم الحته دي. مش بنصلي وبنصلي وبنقوم قيام ونجي للمقرأة وندعي وكما هو الحال؟ لا، كما هو الحال وما تغير وبقالنا سنين ما تغير ولا، وانت بتتشرطي على الله. اسمعي ابن القيم بيقول ايه. الله عز وجل بعلمه وحكمته، تحفظوا الكلام ده، ده حفظي الاول تلقي كده وتلقين وبعد كده القلب يتشربه. يقدر المقادير، حصل لك امر، ثم يوقت المواقيت، جيبها بتوقيت، ثم يسوق المقادير الى اوقاتها. القدر، الايمان بالقدر من اصول الايمان السته، خيره وشره، هو ده. فلما قلبي يعلم ده خلاص، ساعة ما تيجي ايه الابتلاء الفتنة ما تبقاش زي الارزة الصماء ابدا ابدا، تيجي الريح تقسمها، لا تعدي. ثبتنا يا رب، صبرنا يا رب. امر موجع موجع طبعا، احنا بشر هنبكي وماله ما نبكي، لا، يا لا ينفي البكاء الحب ولا ينفي البكاء الرضا، ان العين لا تدمع. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين المقامين اللي استنكروا سيدنا عمر. هتبكي يا رسول الله؟ ان العين لا تدمع، القلب لا يحزن، لازم نحزن لا، ولكن لا يقعدك الحزن عن العمل. هو ده معيار المؤمنه، لا يقعدك الحزن بحسن الظن في الله. هتنجين انا عارف بالوقت اللي يعلم الله ان ده اللي يصلحك، الوقت اللي يعلم الله ان هو ده الخير ليك، مش بوقتك انت بقى لك كتير. مش انت خايبه يا غايبه، انت مش فاهمه. أخروا مسألة عبد، اسمك إيه؟ رمى. رمى شلا رمى رمى يجي عمالة تدعي سنة واتنين، تقول لك بدعي وما بيستجبش، بدعي وما يستجبش. مين قال هيستجب؟ هو قال ادعوني أستجب، أنا مصدقاه، صح ولا لأ؟ طيب الدعوة بتستجاب، يا إما تخفف قدر نازل يعتلجان إلى يوم القيامة، يا اما ربنا يشيب لها مصيبه كانت هتحصل، رب نجحني فتطلعي بمادتين حلو كنت هتسقط بس اهو رجعتي مادتين، يا اما لا ده ولا ده ولا يستجيب في الدنيا ويأخرها لك في الاخره، فيتمنى اهل المحشر كلهم ان يبقى كل دعواتهم في الدنيا لا تستجيب، يا رب استجيبها في الاخر. عايزه ايه في الاخر؟ اخر جنة ونخش الجنه ونروح مع النبي على السلام والفردوس الاعلى، يلا وهيستجيب هيستجيب. او اخروا مساله عبدي اني احب ان اسمع صوته، الله عز وجل يقول كده. لكن احنا فين؟ احنا بعيد عن الغيبيات، وزمن الماديه اللي احنا فيها ده زمن الفتن، القابض على دينه القابض على جمر، اللي له علاقه بربنا مسكي فيها كده. عشان كده بقول لك ما تسيبيش القران، اوعي تسيب المركز. ساعه ما اقول لك تعالي، ساعه ما اقول لك تعالي وقول يا رب يا رب احشرني في زمرته، ما انا كنت باجي معاهم، احشرني في زمرته. طب مقصره مش مهم، مش مهم. كريم كريم، القوم اللي اشقى بيهم جالسهم الا ربنا، رسول الله عز وجل بيقول الملائكه كده وانا مصدقين. فيجي الفعل ويجي الامر على قلبك ما استعجلش. طيب انا ظني فيك حسن يعني، بس انا اللي مش فاهمه يا رب، انا عارف انا اللي مش فاهمه، صبرني. طب لا يا رب رضيني، عارفه الرضا يعني ايه؟ انا بحب اللي انت بتعمله. ودوب انا اعرف من البيوت والله يعني مبتلين مبتلين، وتمشي تقول لك الحمد لله، ياه ده ربنا كريم لاخر كرم، مبتلاء هي وبيتها وعيالها مبتلاء، تقول لك والله اخر كرم ولا حد راضين سعداء، قضاء الله هو ده. اما دخلوا على تابعي ولقوه عنده جزام وعنده مش عارفة أمراض إيه وفي جلده ولا يرى ولا، بس بيسمع فقط ويتحركش وتشان ويحمد الله، يعني ادعي ربنا بدل ما تقعد تقول الحمد لله، يعني ادعي ربنا يخفف عنه على اللي عمله فيه. هلا أحمد الله وأنا لي لسانا ذاكرا يذكر الله، وغيري على أطراف المدينة يعصون الله، لك الحمد لك الحمد لك الحمد. هو ده احنا فين يا أخوات؟ احنا كنساء ما لناش حل الا القرب من ربنا، صدقوني. اوعي تقولي والله مهما كان جوزك طيب، لا مش عايزين نتكلم في القصه دي، مهما كان طيب وكويس ومنعم ومهما كان عيالك صالحين
أمك أبوك ربك. ولو ملكيش حال مع الله والله ولا تعرفي تعيش. لما تبقاش دنيا وآخرة بقى لا معلش خليكي نصح، ما تبقاش دنيا وآخرة، خليكي نصح، خليلك ليكي حال. أنا أعرف من الأخوات أو أسمهم لكم دلوقتي تعدى هيطلع نت ماشي، أعرف فلانة من التوابين ومن المتطهرين وأحسبها الله حسبها ولا نزكي على الله أحد. لا 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 ما تقولي ليش يجي وضوء تقولك لا لا يا انتي توضيها مش لسه انتي ما تقولك لا، اصبغي الوضوء على المكان وكثرة الخطى للمساجد هي كده سهلكم الربا. اقول لا انا عارف انت هتيجي منورة لوحدك يوم تستحمي عمالة واعرف من الاخوات من اللي بتجيب اكتر من 10,000 ذكر في اليوم ما تسألونيش ازاي عمالي عودة تقولك اجيب 2000 بعد كل صلاة. يا بنتي طب الدور والعصر ده في حاجات ولو انت مثلا في محاضرة ولا وده اللي باقي. لكن احنا عايشين في ماديه بحت والعيال وعجله الدنيا والحياه ومش عارفه نعمل ايه. طب مش عارفه لو شوفوا اللي شفتوا الكيمنك طب شفتوا مش عارفه طب جبتوا طب ما تيجي مش عارفه نعمل دنيا دنيا وهي ممر واحنا ماسكين فيها بايدينا واسناننا. لازم لك ساعه مع الله في اليوم الساعه. انا اعرف من الاخوات والله وقالت لا تقرا ولا تكتب وحفظت نص القران سماعي. كانت تيجي الاول كده تقول ايه بس 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 شوفي كده يا اختها مش دي سوره الكهف؟ الله والله بتفتحها كده ولا عارف اقول لها اه هي قول لي يلا بس ايه وانا اقرا وراها خلاص بقى عشان ما تزهقنيش انا معاك. تقول لك لا لا تعالي تعالي يا اختي فلان مش دي التبرك الملك يلا يلا وتقول والثانيه تقول ولا بتعتع بتعتع جابت نص القران بالسماع فقط ولا تقرا ولا تكتب. فين حالك لما اجي اتكلم اقول فلانه دي بتاعه الحوقله وهي بتاعه الحوقله اما اقول فلانه دي بتاعت الصلاه على رسول الله السلام. لما تيجي وقعدنا مره حلقه عن الذكر وتجيلي واحده جايبه 50,000 ذكر اقول طبعا هوش بالكسره يعني مش تبع الصوفيه يعني لا مش بالكسره ولكن بحضور القلب. طب ما بالك بقى لو اجتمع كثره لان دي العباده الوحيده واذكروا الله ذكرا العباده الوحيده اللي ذكر فيها الكثره. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين بصيغه مبالغه بال 50,000 تعمل ايه يا عيني تجيب 10 وتحط نقطه والمية وبعدين سطر هي بتحسب كده وتقول له بخد الكراسه ديت معايا ادفنوها معايا. قلت لها ده انا هدفنها لك تلاقي ايه بكل انت على الله بس وانا هنحطها معايا والله يا خوات بساطه ولكن حال مع الله. ما تيجي اختي استاذ دكتور في جامعه هي حسابها عندها 6 عيال تشوف بقى 4 عيال زينا ومشينا على البتاع و6 عيال وجايه وبتاع وكده طول ما هي واقفه بحكي عنها دايما وهي ايديها في جيبها يا بنتي تحط ايدك في جيبك ليه؟ طلعي صيف وشتا يعني. في مره قلت لها اقسمت عليكي بالواحد الاحد تقولي في ايه؟ لا ما هو اصل مش كده ليه بقى؟ بتقول كده صادقه ترى الرؤيه فلق العين تيجي بصي تقول ما يطلعش منها الا مش الصدق تحري الصدق احسبها من الصادقه. اما جيت اجيب محمد ابني فحصلت بعد زواج زوج عمل حادثة وبعدين أنا كمان حصل خلاص بقى إجهاد مبكر وبتاع كان 7 أسابيع يايكي لا هي اللي جات وبشرتني وقالت لي محمدا حامل لكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال سميه محمد. أقسمت عليها قلت لها أقسمت عليكي بالواحد الأحد إيه اللي بتعملي حاجة؟ لا بس مش كده يعني. لما جينا لما جيت محمد وبتاع وقالوا خلاص بقى والحمل هينزل وزوج عامل حادثه والدنيا اول 27 يوم جواز جينا بعد البتاع قالت لي لا هيزيد وهيبقى محمد فنسين فسموه احمد. قلت لهم لا روحوا سموه محمد زي الرؤيه ونسينا. انا اقسمت عليها بس السباحه وجيت لما عملت عشان اشوف البتاع سفرتها سفرتها قالت لي خلاص هبتدي من الاول بقى يلا خلاص. انت مين انت مين مع ربنا انت مين اخت والله لا تملك من بيت ام كلهم اصلا الغرفه بتاعتها هي اوضه واحده بس. انا بقول الكلام ده عشان نعرف ان مش مستحيل ان تبقي وليه من اولياء الله مش مستحيل انك تبقي عبده صالحه وليكي حال مع الله مهما قصرتي. اخت دي فقيره 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 حضرت درس الصدقه وهي طول الدرس بتبكي. دي تعمل ايه في نهار رمضان
جابت ازايز الميه تتلجها ونازله عبير السبيل قرب الفطار خد اصبري. قلت لي اسكتي. قلت لها تقولي طب بس ايه اللي تحت الخمار ده؟ ما ربك بيوريني برضو. قولي لي بس ايه اللي تحت الخمار ده؟ قولي بقى انت بالذات مش هقول لك خلاص. انا اسمي ام محمد هنا محمد مش هقول لك. طب ماشي. وفين بقى كده؟ قالي لقيتها ازايز ميه. قلت ده اللي اقدر عليه. بنتها تعمل ايه؟ تاخد اللي بتاع طالبه هي في جامعه. تاخد ده جزءها من المناب تطلعه تعمون الطعام على حبه وعلى عدم وجوده وفقري وصفري. مسكينا ويتيما وإنما نطعمكم لوجه الله. انت مين؟ يوم لما يحصل لك حاجة في الدنيا تقدري تقولي ربنا أنا مين؟ وتتقربي لله بأنهي عبادة؟ أنا أعرف أخوات بالصور يا أصحاب المائدة أعرفهم بالاسم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب، ويجعل يا رب حياتهم كلها زخر في الدين والإسلام، وجزاهم الله عني خير. حفظت الأول كله مع نفسي، وطبعا ما شاء الله على الأخطاء بقى وبتاع وليه، وبعدين لحد المائدة دخلت معاه ونكملنا بقى. أعرف أخوات يا أصحاب طه يا أصحاب الصفات. أنت مين؟ أنت مين؟ قعدنا في الدنيا قليلة خالص قليل. ما لبسنا ايه؟ يوما او بعض ينفصل على الدين والتاني يقول لي ايه؟ ساعة. يعني ساعة؟ ساعة بثانوية عامة والجواز والعيال والخلفة واللي عمله جوزي فيا واللي اهله مش عايزة اقول لك واللي الجيران وكل الكلام ساعة. انت مين؟ انا لو طلعنا من الجلسة دي ولقائنا النهاردة بس انا نويت ابقى كذا. انا نويت ليا طاعة كذا. انا هاخد القرآن كالمأدبة أخوات. كل واحد عارف طبعا يعني إيش. هنتكلم عن الشورى والزهرة دلوقتي. كل واحد له من الصور أو اللي حفظ الشعراء الأول بعدين يجي بقى إيه مع الأعراف تمام. يعني اللي حفظ من ورا يجي التام شباب، أو اللي حفظ زينا من قدام الأول فيجي مع الشعراء. ليكي صور أنت إيه؟ خديها واعملي حاجة اسمها إيه؟ تدبر. يعني إزاي أبقى أصاحب القرآن؟ بتثوير بثاء الصورة. يعني إيه تثوير؟ اخد الصفحه اللوحه اهو، انا هخليكم هلا عشان من زمان. ادي اللوح الصفحه اهو، الوجه كم فعل في الصفحه، كم فعل موجود، افعل كذا كذا، كم نداء يا ايها الذين امنوا، انا يا رب انا نعم اكتب ما مراد الله عز وجل مني من هذه، وبعدين معاني الكلمات لازم اعرفها، وبعدين سبب نزولها، سبب نزول الكلمات لازم اعرفه، كل الكلام ده. واخد صورة حبة بحبة. انت عارفة لو مت قبل ما تختمي هيتكتب لك انك ختمتي بالشكل ده. فتيجي المادية البحتة بتاعت 2022 وعلامات الساعة وزمن الفتن. انتوا في ملكوت تاني. انتوا مش زي الناس. انتوا في ملكوت اخر. انتوا في معية. انت قلبك ما هوش هنا تقول لك فين. يعني زي سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد والصحابه بيتصب، فجه الصحابه قال له من سبق فيهم؟ قال من غفر الله له. ايه اللي حصل؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ هو مش معاه، هو مع الايه وسابقه. فهم الصحابه جاي يقول له مين اللي سبق فيكم؟ قال له من غفر الله له. تعرفي تبقي كده؟ الحاضر الغائب في معيه الله. فاقول غرس يبقى قلب، اقول غرس يبقى اللي بعده على طول، اللي بعد الغرس على طول معرفه الله. أعرف عن الله بالانكسار لله. أتمحك في الصالحين. وبعد ما أقعد أبتدي وأقدم أنا مين من الطاعات؟ أنا بتاعت الحوقلة، أنا بتاعت التسوية، أنا بتاعت التفسير، أنا بتاعت الصدقة، أنا ماشي. أنت مين؟ وأدخل على الله من باب إيه؟ بالقليل ده وباب إيه؟ أنه باب يدخلني على ربنا؟ باب؟ الله يفتح عليك. باب الذل والانكسار. اللهم اغفر للحاجة ايه؟ خديجة. الله يجعلك يا رب على نهج خديجة أمنا اللهم أمين. باب ما عليهوش ناس كتير. عارفة يعني ايه الذل وانكسار؟ بعيد ماليش غيرك يا رب، حصل لي كذا وكذا يا رب، والله يا رب أنا واقفة على باب، افتح لي الباب يا رب، والله يا رب ما انا قايمه من على السجاده لما تقول لي خلاص، والله يا رب ارزق قلبي الرضا والتقى والعفاف والغنى يا رب، افتح لي الباب يا رب، والله ما انا قايمه يا رب، افتح اغفر يا رب، اقبل يا رب، طب يا رب.
ألحي حبك بس خش على باب ربنا بقى وعيشي، يفتح لك الفتوحات. ده المحور الأولاني. آخر يعني خلينا ناخد بس محورين، لا لأن الخطوبة وده ده إحنا نجيلكم مرة تانية، ناخد بس أيوة 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 حبيبي. لو أنا تسلحت بسلاح الإيمان وجت لي المادية اللي برة دي، كل المادية برة كله بيتعامل بواحد زائد واحد. صحيح الكون قايم على السببية، عندك أرض حط البذرة ومسقي مية هتطلع، المسلم هيعمل والمشرك هتطلع، دي هتطلع زرع ودي هتطلع زرع. المسلم سمى الله وطلع خرجها خد الثواب، تاني ما سماش الله بس طلعت، لأنه الكون قايم على السببية. ده نهج رب، دي من القوانين الثابتة اللي ربنا حاططها في الكون. لكن احنا كمسلمين هاتي اول ايات البقر الف لام ميم ذلك مين دول؟ الله يفتح عليكي. اول حاجه ايمان بالغيب، يوم لما تبعدي عن الغيب انت مندسه في الدنيا، يوم لما تبعدي عن الغيب بنت حالك وراح الناحيه وراح الدكتور علم مش عارفه قداني ايه حبوب الاكتئاب قداني بعدتي عن الامر اللي هو الغيب اللي هو ايه يعطيكي بالاسباب، لان هو امرنا بكده فخدي بالاسباب بس، الغيب مش كده وتوكل على كاني ما فيش اسباب، ويديكي مع استحاله الاسباب او عطاها ومش مصدقه ايه ده استحاله كان يحصل كده، هي بتاعتك لا هي بتاعتك، ده الغيب. انا مؤمنه بيه، مؤمنه ان الله عز وجل ساعه ما اقول يا جبار اجبرني انا جوايا كده. أخت تانية تقول لك الاسم اللي ما اقدرش أعمله خالص ولا كذا، اللطف الخفي يا خفي الألطاف، في لطف عام تنزل الابتلاء تنزل المصيبة ولطف يحاط بها فالله يصبرك، ده العام للناس. أما الخفي تلاقي النعمة والبركة في قلب الابتلاء ذات نفسه، لولا ان حصل كذا ما كانش جالك الخير ده، بس احنا اللي مش بنبقى شايفين. اخرج سوق العمل بضوابط طبعا اللي هي ايه، الله عز وجل. المراه هي الوحيده اللي قادره تحط حدود، اللي قدامك يحترمك ولا لا، اللي قدامك مجبر يكلمك باحترام وعينه في الارض ولا لا. واحنا حريم بنفهم يعني، مش يعني لما تبقي في وسط استغفر الله ولا بتاع ولا كده بتبقي فاهمه اللي بيرمي كلمه واللي بيلمح. سمتك وايمانك، المؤمن له ايه يا اخوات؟ هيبة. المؤمن له هيبة، والمؤمن قلب المؤمن ساكن وقور. لفت عليك اسمك ايه؟ رفاهة. لا مش حلكي من اسمك، هاتوا على طول على طول. ودي اسماء، ودي اسماء. هاي ام سلمة، هاي ما شاء الله. طب بابك قلب المؤمن ساكن وقور. انا اللي اجبر اللي قدامي على الاحترام، بس ليه ضوابط بخرج بيه زي الشرع، ليه حجابك ما بقاش لضيق ولا بتاع ولا بين ولا عامل الحاجات بقى متجسمه والعساسيل اللي انت فيها طالعه للرجال، لا ولا يخضعنا فيطمع على طول. بس تلاقي البنت هي البنت صوتها عادي وهي بتتكلم معانا وتطلع ايه يا جماعه نظام الصراصير اللي طالع ده تلا. طب او تتكلم بما يعشو او تتكلم بسهوله، لا ما تقول مش هي دي خالص. سمت الصوت، الحجاب الشرعي، ان يكون العمل ذات نفسه يرضي الله عز وجل، ان بيئه العمل ذات نفسها انت ما بتسمحيش فيها. مره كنا في مصلحه حكوميه في مكان ما ودخلنا، قال والله الموظف ده شويه ويجي متاخر، فهو ما جه طبعا احنا ثلاثه ما شاء الله خمارات ونقابه واقفين وبتاع، وفلان ده داخل وداخل على موظفه من الموظفات اللي قاعدين وبيسالها، والله هذا حصل امامي، هي اخبارك ايه؟ انا طول الليل ما عرفتش انام بسبب بفكر فيك، دورة الحيض جاتلك ولا هتلعتي؟ هي وشها احمر لان احنا ايه بقى مشايخ واقفين. قلت لهم سيبهم لي، سيبهم لي دول، وانت مالك انت تقول لها كذا وانت ازاي تقولي له؟ اتحرجت، هي اتحرجت مننا. قلت لها الله عز وجل ده اللي تتحرجي منه وتستحي منه، اصل انا معديه ال 40. قلت لها وهو ماله؟ اصل زميل ايه بتاع ايه؟ وهو ماله؟
مش عايزه اقول لك مصايب الاختلاط لالف التواجد في مكان او لعمل او لكذا. جروب عمل بترد على الجروب، ما ياخدكيش على برايفت على الخاص ولا ريبلاي برايفت، لا جروب دفعه باخدك ما ياخدك الرد على دفعه. وبصوا بحياديه تام، مش بالاموجي، مش بالقرد اللي عامل كده والقلب اللي... لا ما يعني اللي انت مش عايزاه تقوليه ومش هنات تعمله، لا اه لا ده في دول الافاتار دلوقتي والدنيا هيسه وعيون و... لا في ضوابط للخروج. مين اللي يحفظ الامر ده وما يجيليش الشيطان يعمل لي حاجه؟ نفسي اكلم البنات يعني محاضره جميله دي بس محتاجه وقت. مين اللي يجي يقوي قلبي داخليا؟ مش عشان الام موجوده ولا الاب ولا الاخت صاحبه الدار ولا الاخت اللي انا معاها في التحفيظ ولا صاحبتي اللي جارتي اللي... لا مراقبه. ازاي ازرع المراقبه في قلبي؟ الله يفتح عليكي. طب قد احنا بنقول ازاي اجيبه بالقلب اعرفه؟ ها اه ماشي معارف. ها الاحسان الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ الله 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 عليك يا براء. اللهم اغفر لاختكم براء وقولوا امين، لها الجنه بغير حساب ولا ثواب. العباده بالاحسان، ان الله يحب المحسنين والله مع ليه الاحسان. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم لما جه نزل سيدنا جبريل رايت الرجل ليس عليه اثر سفر، الحديث ليه الاحسان؟ قال لك ان تعبد الله كانك فان لم تكن تراه فانه ده اسم الله الرقيب. بس قبليها الاحسان، عارفه احسان يعني ايه؟ تحسن لله وتحسن للناس، تحسن مع نفسك، تحسن مع الله، تحسن مع الناس. ايوه يعني ايه كده بالبلد؟ اعمل ايه يعني؟ تعبد الله كانك تراه. اه اعمل ايه يعني؟ طيب اراقب ربنا في السر والعلن. الله يفتح عليكي وده حل. الله يفتح عليكي، اعطوا الاخوات هنا وهنا جايزه. الله يفتح عليكي. في حاجه كمان، ان لا ارى في الوجود الا الله. اه يعني في كل احوالي انا مع الله. أي كل ما اراه من ايات الله. الله ايه العسل ده. القلوب الجميله دي الله يفتح فيكي. الاحسان افتكروا معايا القصه دي الايه؟ عمل ما يحب الله فوق ما يرضي. الله يفتح عليك. اذا عمل عملا ان ايه؟ ده الاحسان. زي مين؟ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له ايه؟ بقى علامه. عمل ذو القرنين السد، لا عرفوا يطلعوه ولا عرفوا يسقبوه. اتقال. ده الاحسان في كل شيء. مع الزوج اصله ما يستاهلش. بصي بقى يا اخت هاله، بصي بتجيب لنا سيره الزوج ده، والله بعمل بسوي وكذا ولا بيتمر فيه ولا بيعمل وبيقابل بالاساءه. يا هناك يا هناك ويا سعدك ومحطوطه لك خضره مخضره كده ان انت عملتي واحسنتي ومقفوله عند الله ما بتتفتحش الا يوم الايام. كم ثوابها؟ والله ما نعرف. اتقالت في حديث؟ والله ما نعرف. طب جينا؟ والله ما نعرف. الاحتساب هو ايه؟ اوعي تحسف يحصل الله عليك. ده عملت والاهل زوجي وعزوني وقال يا بخ. اكتب جنوبك ثواب، اكتبوا خليكم اكتبوا كده. الاحسان مش عشان اللي غيري عمل فانا استحي فاذا حيتم بتحق، لا عشان المراقبه، عشان هو يستحق، لان هو محسن الينا في السر والعلن في السراء والضراء وخير الينا، وباسمه المحسن طلب مننا ان احنا نكون كده. من الاسماء التحفه جدا لو تعملوا منهج شرح اسماء الله الحسنى بالمصادر. لو تجينا ونعمل منهج نعم نجي لكم كل شهر. خليها كل شهرين عشان ما يبقاش طوليه. خلي مره زوم ومره مجي، مره زوم ومره مجي. الله المستعان. بس يكون يعني جيدكم تكون مريحه. حاضر صحيح ما نمناش. عند الله ان شاء الله. اخت اول في اول التزام ما كنتش عارفه حاجه، ورحت التزمت نص شعبان، جه رمضان جينا اعتكفنا العشر الاواخر، وبعدين في العشر الاواخر واحنا بنعتكف فردت الاخت تقول لك يلا عشان نصلي التراويح. صلينا التراويح تمام، ننام بقى عشان التهجد. تقولي لا ده في درس جميل قوي تعالي احضر. قعدنا درس ماشي،
وبعدين جيت تهجد خلاص بقى سنة تهجد بقى بتاع فاضل نص ساعه سحروا صلي الفجر هننام بقى. قالت لا يا هاله ده في من بعد صلاه الفجر الضحى. قلت لها بنقعد نعمل ايه؟ قالت لي بصي يا غنى يا ابن ادم اركع عليه اربع ركعات اول نار اكفيك يا اخي ولا حد يقدر يعمل لك حاجه. ولده اهو كانك حججت حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره تامه 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 حاجات حلوه قوي. اول مره اسمع الكلام ده. ماشي خلاص بقى صلينا الضحى وطرح انام. قالت لي معلش بس الاخت اللي كانت واقفه على باب المسجد عشان الاخوات والاعتكاف جالها مشوار فاحنا هنقعد مرابطين زي كده المرابطين على. قلت لها لا ده الساعه كام دلوقتي ده انا تعبت قوي. اسمعوا قالت لي واحفظوا. عملت لي كده هيعود لك الاكر ويفضل معاك ويروح التعب. اقعدي بس نحكي. قعدنا بقى نحكي انا وهي وبتاع الساعه بقت 10 جت الاخت يلا ناموا. نمت بتصحيني في الظهر يا دي ساعتين وقايمه ولا عندي غضاضه وانا كنت بنام بال 18 ساعه يصحوني امتحانات من غير امتحان وصحوني على صلاه الظهر جابتني حاسه بتعب ده عيني قالت لها قالت لي باقيه. قلت لها يا رب يبقى كده. هي ده تعاملك في الحياه تؤذي تقول اصل انا هعامل بالمثل غلطان. انت تعامل ربنا فيا وانا اعامل ربنا فيك. طب اللي اساء احسن لان هو محسن احسن الي سابقا ومقدما واخرا وطلب مني ده. يبقى اللي يحفظني احسان وافتكر الاحسان بالايه الاتقان زي مين فما استطاع ابدا لا هيعرفوا يعدوه ولا يعرفوا يسقوه وبقى عمل مخلد ليوم القيامه الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى بقى من علامات الساعه. نعرف نكون كده. اللهم اسالك بهذا الوقت المبارك يا رب ان تغفر لنا اجمعين. اللهم نسالك بانك انت الله الواحد الاحد نسالك بان لك المحامد كلها يا رب بان تصلي على محمد صلاه كما تحب وترضى. صلي على رسول الله صلاه الجمال وصلاه الكمال كما تحب وترضى يا رب. اللهم اغفر لنا اجمعين. اربط على قلوبنا بالايمان والتقوى يا رب. اجعلنا كلنا من اهل القران يا رب. اقسمت عليك بك يا رب اقسمت عليك بك وبحق حبك في رسول الله ان تجعلنا من اهل الله وخاصته كلنا يا رب. اجعل قلوبنا تاع القران يا رب. اللهم لا تخرجنا من هذا الباب الا وقد كتبتنا من اهلك وخاصتك مساكين والله يا رب. اللهم لنا غيرك يا رب ولا لنا اهل ولا لنا حد الا انت يا رب. اللهم لا تبعدنا عن جنابك يا رب. اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا الا وقد غفرت الا وقد عفوت. ارضى يا رب ارضى يا رب. طب علينا يا رب طب علينا. اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب. اللهم امين. ولا تردنا خائبين واصلح حالنا وحال اولادنا وحال ازواجنا. اللهم اجعلنا خير الزوجات في عين ازواجنا يا رب. واجعل كلامنا يصل لقلوب الازواج يا رب. واجعل ازواجنا قرة عين لنا. اصلحهم لنا يا رب. اصلح لنا اولادنا وربيهم لنا يا رب. اجعلهم كما تحب وترضى. واجعلنا لك عبادا يا رب ربانيين قرآنيين كما تحب وترضى. فرح بنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم اغفر لمركز البيان واغفر لكل أخواته يا رب واجعلهم في عليين في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا رزق المال ورزق العطاء ورزق العلم ورزق المحبة يا رب. وإحنا معاهم يا رب ولا تحرمنا. اللهم أمين أمين أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا أخواني.